استهل البابا فرانسيس مقابلته العامة مع المؤمنين في ساحة القديس بطرس الفاتيكان بالقول: تترافق رحلة الإنجيل في العالم التي يرويها القديس لوقا في كتاب أعمال الرسل مع إبداع الله الذي يظهر بأسلوب مفاجئ، فهو يريد أن يتخطى أبناءه كل التفاصيل والخصائص لكي ينفتحوا على شمولية الخلاص، لأن الذين ولدوا مجددا من الماء والروح هم مدعوون للخروج من ذواتهم والانفتاح على الآخرين وعيش القرب وأسلوب العيش معا الذي يحول كل علاقة شخصية إلى خبرة أخوة. تابع البابا فرانسيس تعليمه بالقول: إن الشاهد على عملية الأخوة التي يريد الروح القدس أن يفعلها في التاريخ هو بطرس رائد أعمال الرسل مع بولس. ختم البابا فرانسيس تعليمه الأسبوعي: أيها الأخوة الأعزاء، من أمير الرسل نتعلم أنه لا يمكن للمبشر أن يكون عائقاً لعمل الله المبدع الذي يريد أن يخلص جميع البشر، بل عليه أن يكون شخصاً يعزز لقاء القلوب مع الرب. ونحن كيف نتصرف مع أخوتنا، لا سيما مع الذين ليسوا مسيحيين؟ هل نحن عائق للقائهم مع الله؟ هل نعيق لقاءهم مع الآب أم أننا نسهله؟ لنطلب اليوم نعمة أن نسمح لمفاجآت الله أن تدهشنا وألا نعيق إبداعه، وإنما أن نعترف ونعزز على الدوام الدروب الجديدة التي من خلالها يفيض القائم من الموت روحه في العالم.